مشاهدي شوف تيفي، مرحبا بكم معايا في هذا المباشر من قلب مدينة ميدلت، اللي من خلاله غنقول لكم الانطلاقة ديال حملة التلقيح هنايا في المركز ديال التلقيح في مدينة ميدلت. إذا مرحبا بكم معايا مرة واحدة أخرى، كما قلت لكم كنقل لكم يعني اللحظات الأولى والانطلاقة ديال عملية التلقيح في المركز النسوي في مدينة ميدلت، في النادي النسوي عفوا، اللي هو أحد المراكز ديال التلقيح، مراكز اللي عمات يعني الإقليم كامل، تقريبا كل حي عنده مركز ديال التلقيح ديالو باش ما يكونش تجمهر وما يكونش تجمع. كان كنشوف كاين اقبال كبير على العمليه ديال التلقيح، كاين ناس بزاف جاو لاجل التلقيح. كنتمنى ان شاء الله انه هذه العمليه تدوز على ما يرام وتدوز بخير وعلى خير باذن الله تعالى. يعني كما قلت لكم كاين اقبال كبير على العملية ديال التلقيح، يعني ناس مسنين. من بعد غادي ناخذ لكم يعني غادي ناخذ لكم يعني تدخل من احد الملقحون. يعني كما كتشوفوا هو كيدوز الحمد لله في ظروف زوينه والعنايه هي قدامكم. اللي كما كتشوفوا حتى الطريقه ديال الاستقبال ديال الناس الحمد لله مزيانه، باش كيزيدوا يتشجعوا انهم يديروا يعني التلقيح. كنتمنوا انه كل شيء يدوز في ظروف مزيانه ان شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين. نعم. واش نتمتع العمل؟ اييه. السلام عليكم، سميتي الشيخ علوي عبد الحفيظ. الحمد لله التلقيح مستعدين على التلقيح ان شاء الله، اللي داروا سيدنا الله ينصروا، وحنا حمدنا الله وشكرنا، هذا الشيء راه مزيان تبارك الله، الحمد لله وشكر لله، الله يجازيكم بخير وشكرا. كما كتشوفوا الناس المسنون راه كاين، كما قلت لكم كاين اقبال على العمليه ديال التلقيح.
كيكون الناس مستعدين، وبالاخص البارح فاش شافوا يعني سيدنا هو اللي سبق ودار التلقيح فهما تشجعوا. اغلبيه كانوا شيئا ما متخوفين، ولكن دابا تشجعوا. إذن أنا غنأخذ تصريح من أحد الأطر الصحية اللي واقفين على وصاهرين على العملية ديال التلقيح. حاليا دابا كتم عملية التلقيح على أحسن ما يرام، والحمد لله الناس استجابوا لهاد الفاكسيناسيون وتطوعوا كما تطوع سيدنا الله ينصرو، وشجع المغاربة باش يفاكسينيو ثقة ليه، والحمد لله العملية كتم على ما يرام. نطلب الله الخير. عبادة لينا هاد الوباء ان شاء الله. ان شاء الله اليوم كيف كنشوفوا راه تم البدايه ديال هاد اللقاح، راه الناس تبارك الله راهم كيتلقحوا. ايوا ان شاء الله نتمنوا الخير، نتمنوا الخير. اذا مشاهدي شوف تي في، هذه كانت الانطلاقه ديال عمليه التلقيح في المدينه ديال ميدلز. كنشكركم على البقاء ديالكم معايا في هذا اللايف، والله يعاونكم.